السلام عليكم. خلصنا. كاين بزاف اللي يغلطوا لاباك، كيديروا باقي والمقال نتاعو واخا مراقي وراهم صغار، ما يحطوش لاباك دروا، يحط هذا المقلوب كيما هذي زعما هاذي نيميرو تاع ال هاد الديامتر، كاين يقلبوها لاباك يلقاها هكذا. بالك فكاش مسابقات ولا معارض ما يرفدوا هاد الطيور اللي عندهم الخاتم تاعهم مقلوب، ونوريكم برك يا سهلة يا حبيت الفيديو هذا نوريكم كيفاش باقيو طير ما تلفلكمش، ما حكموش تاعكم اولي قبلها قبلها حكموا لاباك، لاباك هادي اولي لاباك غادي يحطوها دروا ما تلفلكمش قبل ما تحكموا، قبل ما تديروا بوزيسيون تاع الطائر حكموا لاباك دروا الله يوفق. تعال اوليك ممكن تشوفوا مالك نشوف راهي ما في وجهي تليفون عشان بقى يتبان لكم خمس بعثين ثلاثة لازم يدخل فيهم لاباك، قلبهم غير شوية برك، قلبهم غير شوية دورو دورو عودوهم شوية باش يحكمو قاع بلاصة واحدة في ثلاثة. هاديك لاباك هاكدا يوقفو دخلها بالمقلوب هاكدا هاديك مع الأول جوج بعثين هادوما تأكدوا ملي في ثلاثة صباعتين دخلوا، باسكو تخافوا تنساو صباع ما يدخلش وما تفورسيوه تكسر تكسر رجلو هكذا كيما هذا. شوفوا هاد الصباع هاولي ها فوالا ها في ثلاثة عم داخل سي بون راكم باقيتو الفخ تاعكم وتأكدوا إذا الطائر كيكبر يوقف هكذا هاولي يوقف هكذا هكذا حنا وقف هاليك لاباك 18 طيب نشوف هاليك لاباك هادي هي وبالتوفيق للجميع. السلام عليكم.